الأدنى الأفضل أن يكون أن في السيسي هو الأكبر في هذا التطبيق الأدنى. وليس احلام كده يخدر بيها الناس. فدي الرساله اللي احنا بنقولها النهارده، بنقول للناس كلها الاختيار، احنا بنختار لمستقبل مصر، فكل بقى يختار للمستقبل الذي يريده لنفسه ولابنائه. كلنا الحمد لله راشدين يعني، ونستطيع ان نختار الاصل الجديد. شكرا جزيلا. المشير السيسي وقال لا يرشح نفسه مره اخرى، وهذا موقف تعودنا عليه من الفريق احمد شفيق، دائما يعني المصلحه الوطنيه على حساب مصلحته الشخصية. فالتحية والتقدير لموقف فريق احمد شفيق وكل الدعم للمشير السيسي. شايف الانتخابات هتكون ازاي؟ الانتخابات شايفها هتكون ازاي؟ هتكون انتخابات ديمقراطية وحرة ان شاء الله.